معكم من جديد مشاهدينا. قلنا قبل قليل بأن الوادي على وصول، صورنا جبل ريدان، صورنا جبل الأضحى، جبل عابس، صورنا جبل الأضرب وعليها الأمطار، والآن واجهت وادي حمر. وادي حمر الآن وصل كما تشاهدون في سير قوي، والحقيقة لا تزال الأمطار عاودت المرة الثانية على قمة الجبل، وسيكون هناك مطر أقوى، سيكون القادم أقوى. هذا الوادي طبعا وادي حمر وصل الآن، الحمد لله فيه سيل كبير ما شاء الله. جعلها الله أمطار خير بركة، وجعلها الله أول خير إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يروي الأرض بالغيث، وأن يحفظ مملكتنا الحبيبة، ويحفظ شعبنا ولاة أمرنا ومواطنينا. لا تزال الأمطار متواصلة، ولا يزال البرق الآن متواصل على قمة جبل أثرب وسد عامر. أنا أصور تحت زخات المطر، ربما لا يكون التصوير صافي بشكل واضح، لكن إن شاء الله إن شاء الله.